صناعة الألعاب ممكن نوصفها إنها واحدة من أشهر الصناعات اللي موجودة، اللي يخلي منصة وخمس أجيال مختلفة منه تخرج، بل وتكون منافس كبير لمجرد إن الشركة لغت عقد شراكة بعد ما في جهاز خرج وتقدم ما بينهم، اللي يخلي منصة تبني نفسها كواحدة من الأروش على الإطلاق، وفي أقل من 10 سنين المنصة دي تختفي، اللي يخلي منصة تظهر في خلال سنتين بس كفكرة وتنفيذ وإنتاج، وتفضل في المنافسة ما تخرجش حتى لو هما فضلوا رقم 2 للأبد. الاكس بوكس جهاز خرج للنور في وقت قصير جدا، حرفيا جهاز كمبيوتر لكن محطوط قصاد التلفزيون، وقدم مميزات واضافات ما تقدمش في اي جهاز تاني لحد وقتها. هنحتفل النهارده باكتر من 20 سنه على الاوريجينال اكس بوكس، جهاز كان فكره وخرج اكتر عشان ينافس. الكمبيوتر جهاز عدى عليه ترندات كتير على مر الزمن انه هينتهي، احتكار من مايكروسوفت انه هيخلي الناس تسيبه وتشوف بدائل تانية، الكونسول اقوى من الكمبيوتر، قرصنة الالعاب هتخلي المطورين يسيبوا الكمبيوتر، التليفونات، ترندات بالعبيط. ولحد النهاردة لسه مفيش حاجة قدرت تقاوم الكمبيوتر، بل السوق مع كل جيل كان بيكبر. سوني تدخل في الموضوع في الجيل السادس، والبلاي ستيشن 2 يقدر يشغل نظام لينكس بشكل متكامل، والجهاز يقدر يتحول لكمبيوتر بشكل سهل جدا. طبعا وقتها سوني كانوا كبار جدا جدا في سوق التكنولوجيا بشكل عام، اجهزه صوتيات، سماعات، تلفزيونات، البلاي ستيشن، وحتى افلامهم مفيش حد ما سمعش عن سوني، دول كانوا الترند. لما يجوا سوني بيقولوا ان جهاز البلاي ستيشن بتاعهم يقدر يشغل لينكس ويبقى جهاز كمبيوتر وقدام التلفزيون، طبعا الموضوع يقلق مايكروسوفت. منافس جديد في ساحه الكمبيوتر ممكن يشعللها، لكن مايكروسوفت خدوا المنافسه بعيد عن الكمبيوتر وقدموها في الكونسول. خبرة مايكروسوفت السابقة مع أجهزة الكونسول كانت الدريم كاست. النظام المستخدم لتطوير الألعاب على دريم كاست كان ويندوز سي اي. الدريم كاست من أول ما نزل وهو كده كده نزل عشان يموت. مايكروسوفت ساعد في الجهاز، لكن ده في الأول في الآخر بيزنس ومحاولة من سيجا إنها ترفع الجهاز مش أكتر. جهاز الأكس بوكس بدأ كفكرة من 1999 واستمر الفكرة لحد أوائل سنة 2000. سنة 2000 مايكروسوفت كانوا بيجمعوا مطورين للجهاز، وفي 2001 الجهاز خرج عشان يبيع. الجهاز دخل الانتاج اواخر سنة 2000، وفي اواخر 2001 الجهاز خرج للسوق. حوالي سنة واحدة بس جوه خط الانتاج والتصميم الهندسي عشان تحول بوردة كمبيوتر ل بوردة كمبيوتر بس وظيفتها تبقى كونسول، جهاز العاب مالتي ميديا قصاد التلفزيون. في وقت صغير هيبقى صعب لان شوية العاب تنزل مع الجهاز، لكن بمعجزة مايكروسوفت قدروا في سنة واحدة انهم يجهزوا اطلاق للجهاز بحوالي 20 لعبة، اغلبيتهم العاب متوسطة مع جزء صغير منهم العاب عالية، واللي ولا واحدة منهم كان هشيل الجهاز الا لعبة واحدة. هيلو كامبات ايفولفد هي المثال الممتاز لعبارة الشخص الصح في الوقت الصح. اللعبة مكانتش بس لعبة ثورية، ووفرت مميزات كتير، كونها لعبة شوتر على الكونسول وسرد القصة العظيم اللي كان متواجد فيها. اللعبة دي كونها عظيم بالمحتوى والتجربة اللي بتوفرها قدرت تشيل الاكس بوكس فترة الاطلاق وموسم عيد 2001، وتخلي الجهاز يدخل كمنافس تقيل جدا في السوق. هيلو هي اللي كانت فيها الكاريزما والواجهة اللي براند الاكس بوكس كان محتاج عشان يدخل السوق وينافس. جهاز قوي جدا على امكانيات نزل في جيله، وقدر يصنع نفسه اسم ما ينكرش في السوق. هيلو هي اللي شات الاطلاق بتاع الاكس بوكس، لكن كان في العاب تانية وقت الاطلاق وموسم عيد 2001 نقدر نقول عليها العاب عالية. فيوجن فرينزي ودير لايف 3 كانوا العاب عالية جدا للعب الجماعي، بروجكت جوثام ريسنج كانت لعبة سباق ممتازة، اند كانت لعبة تزلج ممتازة، سايلنت هيل 2 ماكس بين برضو كان العاب ممتازة. بالفعل نزلوا على منصات تانية، بس الاكس بوكس عليه تحسنات ولو كانت ضئيلة. فرصة نذكر ان اي العاب متعددة المنصات نزلت في الجيل دوت بنسبة كبيرة احسن نسخة نزلت هي نسخة الاكس بوكس. تحسنات رسومية وتحميل اسرع، وطبعا استخدام الهارد بتاع الجهاز ممكن يوفر مزايا تانية للعبة من خلال الجهاز.
المسيح يتحكم الاكس بوكس الكبير او ما يطلق عليه الدوك هيستمر معانا لحد 2002. في 2002 الجهاز تم اصداره في باقي انحاء العالم. دعم مطورين الجهاز عمل يكبر بسرعة، وفي ناحية تانية الجهاز اصبح قابل للتعديل بعد حوالي 6 شهور بس، والجهاز كان اضحوكة متكاملة في اليابان. محدش في اليابان كان معجب بجهاز الالعاب الامريكي اللي نزل عندهم في سنة 2002. ما كانش عليه انمي ولا العاب جي ار بي جي، ولا كان جهاز ياباني اصلا. فلو انت مفكر نفسك ان انا هسيب نينتندو وسوني ونبص عليك انت، يبقى انت اكيد مهرج. وايه يد التحكم دي؟ عاملين الامريكان عشان تخان يعني ولا ايه؟ الجهاز ده اول ما وصل اليابان خد مرمطة صح. اول ما مايكروسوفت حاولوا يعملوا له حاجة، فيها قليلة جدا من الناس اللي عبرت هناك. في نهاية السنة الجهاز اطلق واحدة من ايقونات المعروفة لحد يومنا هذا، خدمة اكس بوكس لايف $50 في السنة. اللعب عنده القدرة ان يلعب مع اي بشري على وجه الكوكب. Yeah, actually this holiday, it's the hottest thing for the holidays, Xbox Live. Go get your starter kit, which has the communicator in it, has a couple of games, and a subscription for one year's worth of service, and it's really easy to get on. أوائل الألعاب اللي دعمت الفكرة ديت كانت Unreal Championship و Mech Assault، إضافة إلى أن Mech Assault من أوائل الألعاب اللي نزل لها DLC في سنة 2003. بعد الضحك اللي حصل بقى على يد تحكم الدوك الكبيرة بتاعت الجهاز، نزلت نسخة مصغرة من يد التحكم الانسان العادي يقدر يمسكه، ومصنف انه واحد من انضف ايدي التحكم اللي تم اصدارها على الاطلاق. كنترولر اس نزل في اليابان اول مع دعايه عشان تخلي الجهاز يبيع، بعد كده ظهر في امريكا كاكسسوار بيتباع لوحده. وعلى نهايه 2002 يد التحكم ده كان بدات شحن رسم مع الجهاز بديل اليد الكبيره، والامور تنقلب ان اليد الكبيره تتباع لوحدها كاكسسوار، واليد المصغره هي اللي تتباع مع الجهاز بشكل رسمي جوه العلبه. اما عن العاب 2002 فالمبيعات كانت بتقول لنا العاب الرياضه. اغلب مبيعات سنه 2002 كانت العاب رياضيه، وواضح ان معرفيه الجهاز ديت المبيعات دي منطقيه. العاب الشوتر اللي كانت بتنزل على الجهاز كانت بتبيع، يمكن مش زي هيلو، بس تجربه الشوتر على الكونسول كانت لسه جديده، والناس كانت عايزه تجرب حاجات مختلفه. مع الكلام ده برضو ما كانش فيه اي نقص من ناحيه الالعاب النظيفه على الجهاز، والحصريات كانت معظمها عاليه، ومعظمها والالعاب متعدده المنصات كانت مليانه حاجات مختلفه ومميزات اضافيه. بس برضه ما كانش في حاجات كلر ام زي هيلو ولا اللي كان موجود على الجيم كيوب والبلاي ستيشن 2 من ناحيه حصريات تقيله. بس نقدر نقول ان الكلر ام بتاع 2002 كان خدمه اكس بوكس لايف. شيء كويس ان خدمة الاكس بوكس لايف وصلت. مبيعات الجهاز مستمرة وبتعلى، لكن مش عايزين كل اللي بنبيعه العاب رياضة وخلاص، عايزين نفتح السوق لكل اللاعبين وباقي الالعاب. في 2003 التركيز ودعاية الجهاز كانت موجهة لالعاب الشوتر كأولوية عشان خدمة الاونلاين والجزء التاني من هيلو اللي كان مفروض نازل في 2003، وباقي الالعاب المختلفة كانت بتيجي وراهم. الالعاب متعددة المنصات سطعت اكتر على الجهاز، وبدأت لاحظ وقتها ان الاكس بوكس بيقدم اقوى نسخة من الالعاب متعددة المنصات، وده خلى العاب الطلب عليها كبير زي العاب جي تي اي تظهر على الاكس بوكس بتحصريات متعددة، وبيرن اوت 2 اللي فيها محتوى زيادة واستخدام موارد الجهاز الاضافية. الالعاب متعددة المنصات عرفت تستخدم الموارد بتاعت الاكس بوكس كأنهم بيعملوا الالعاب حصرية للجهاز. الالعاب نزل على منصات مختلفة بس بتوصل بشياكة واناقة على الاكس بوكس. من ناحية المبيعات في مايكروسوفت كانوا بينزلوا سعر الجهاز من وقت للتاني طول السنة، واغلب الوقت الجهاز كان بيتباع مع اشتراك السنة في خدمة اكس بوكس لايف، ودعت اكتر طول السنة عشان الجهاز يتباع. فنوصل ان احيانا الاكس بوكس يتخطى سعر البلاي ستيشن 2 خصوصا في السوق الاوروبي، مع طبعا كل الجهاز بيوفره، لكن مش معوضة في الحصريات اللي كانت لسه بتنزل على البلاي ستيشن 2، والاكس بوكس منصة لسه طالعة. من جانب تاني، موضوع تأجيل لعبة هيلو 2 للسنة اللي بعدها أزل المبيعات بتاعت الجهاز شوية، لأن دي الواجهة المنتظرة لخدمة اكس بوكس لايف، والجزء اللي عليه كل الأنظار كلعبة شوتر على الكونسول، وبكل التحديثات والاستكمالات والأحداث اللي هتحصل في القصة. فتكون سنة 2003 هي سنة الهدوء قبل عاصفة. في ألعاب عليه نزلت، لكن اللي عايزينه لسه ما وصلش بالتحديد.
سنة 2004 تعتبر أهم سنة في مسيرة الجهاز بالكامل. دي آخر سنة الجهاز هياخد فيها اهتمام كبير من مايكروسوفت قبل ما الجيل الجديد ينزل في السنة اللي بعدها، وعشان دي آخر سنة هنهتم فيها بالجهاز يبقى لازم ننزل بكل التقيل اللي عندنا ونخلي الجهاز ده فعلا منافس. في ناحية تانية، شعبية الجهاز ده مع المبرمجين ضربت شوية عشان تعديل الجهاز بيفتح لهم أدوات يقدروا يستخدموها ويبرمجوا بيها على الجهاز. فكان اللي بيشتري الجهاز برضه عشان يبقى جهاز محاكاة أركيد، والجهاز شعبيته خلته يبيع أكتر بسبب التعديل اللي كان بيوفره. مبيعات الألعاب على الجهاز كانت مرتفعة جدا لكل في 2004، وده طبعا قبل وصول لعبة هيلو 2 اللي اتعمل لها حفل إطلاق خاص من نوع ولا كأنه إطلاق لأعظم فيلم نزل من هوليوود. المضحك ان قبل ما هيلو 2 تنزل، لعبة مورتال كومبات ديسبشن فضلت متصدرة المبيعات على الجهاز لمدة شهر متكامل. فيبل لعبة حصرية للجهاز واتعمل لها دعاية ومصروف عليها ما خدتش وقت كتير في المبيعات ووقعت اول ما هيلو 2 ظهرت. كان في العاب كتير حلوة نزلت على الجهاز في 2004، والجهاز كان مولعة جدا الصراحة، ومن حيث مولعة فهو حرفيا كان هيدخل في نقص انتاج بسبب مبيعاته الكتير على اخر السنة. طبعا سوني عندهم نقص انتاج في الاجهزه اتكلمنا عنه، مش اول مره تحصل لهم، ونينتندو محدش عايز يقرب عليهم عشان العابهم بتاعت عيال، وعندك اكس بوكس عليه خدمه لعبه اونلاين وهيلو 2 واحده من اسخن العاب 2004 وكمان عليه احسن العاب متعدده المنصات. فانتم واخدين بالكم الحسبه راحت فين. طبعا البلاي ستيشن 2 كان لسه جهاز الترند اللي لازم يتجاب، بس الاكس بوكس خد مكان السيجا في التسعينات انه الجهاز الروش بتاع الجيل. 2004 كان فيها شوية ألعاب كيلر أب بالفعل للجهاز: نينجا جايدن، فيبل، هيلو 2، بلينكس 2، ميكاسول 2، ستار وورز باتل فرونت. مايكروسوفت في 2004 طلعوا بالتقيل مع الجهاز، في جزء ان مايكروسوفت قدروا اخيرا انهم يحققوا ارباح من البراند الاول مرة من وقت اطلاقه، وكمان حقق اللي جه يعمله وهو ان يقضي على المنافسة مع اكتساح مبيعات الاجهزة ومبيعات البلاي ستيشن 2 حتى لو كانت بسبب نقص انتاج، وكان اكتر جهاز العاب مبيعا في امريكا في ابريل سنة 2004. الفين 2004 كانت اعظم سنة مرت على اول جيل من اجيال الاكس بوكس، لكن لكل شيء واجب انه ينتهي. في 2005 الانتاج بتاع الاوريجينال اكس بوكس اتوقف واتجه للاكس بوكس 360. في نظر مايكروسوفت هم عملوا اللي كان عايزين من الاول، وانهم يبنوا لنفسهم منصة العاب قوية تقدر تنافس سوني. هم نجحوا في اللي كانوا عايزينه، لكن مع قرب الجيل اللي بعده الاشاعات بتقول ان البلاي ستيشن 3 هيكون اقوى جهاز نزل في جيله. الجهاز ينزل في 2006 ومايكروسوفت لازم يعملوا حاجة عشان نينتندو خرجوا من منافسة الهاردوير، والمنافسة فضلت مستمرة ويمكن شغالة. احنا مش فاهمين مايكروسوفت بيعملوا ايه دلوقتي، بس المنصة ما زالت موجودة. في 2005 الاكس بوكس لسه معانا وموقفش، الالعاب لسه تنزله ومستمرة. مجموعة من اعظم العاب الجهاز نزلت له زي دوم 3، انريال تشامبيونشيب 2، كونكر لايف ريلودد، ووصول العاب متعددة المنصات زي جي تي اي سان اندريس وستار وورز باتل فرونت 2. 2005 كانت اخر سنة نقدر نذكر فيها حسنة ان الاكس بوكس عليه احسن العاب متعددة المنصات. الالعاب النضيفة كانت لسه بتنزل لكن العناصر اللي بتميز الجهاز بدأت تختفي ببطء مع وصولنا للجيل الجديد. 2006 برضو كانت نفس الحال بتاع 2005 مع العاب اقل. الجيل التاني من الاكس بوكس كان ببساطة بيوفر مميزات وموارد اكتر وبيحسن اللي كان موجود في الجيل الاول، فطبعا مش لازمة اننا نكمل زيادة مع الجهاز، بس برضو كان لسه في العاب بتنزل واللعب الاونلاين كان لسه في اقوى حالاته. الجهاز في 2006 لسه متهزش، بس سعره تهز ونزل $100. ما كانتش التسعير الرسمية للجهاز اللي جاي من مايكروسوفت، بس بقت التسعير العامة للجهاز وقتها قصاد البلاي ستيشن 2 اللي سعره كان في حدود $130 وعايز ميموري كارد خارجية، بس العاب البلاي ستيشن 2 كانت ارخص في المقارنة. في 2007 مفيش غير لعبتين بس نزلوا على الجهاز، والاطلاق بتاع الجزء التالت من لعبة هيلو وقعد المستخدمين الاكس بوكس لايف على الجهاز الاول. 2008 كانت اخر لعبة تنزل على الجهاز، وهيلو 2 اصبحت رسمي افضل لعبة مبيعا على الاوريجينال اكس بوكس. في 2009 الدعم على الجهاز اترفع، وفي 2010 خدمة اكس بوكس لايف اتوقفت للجهاز.
الاكس بوكس الاصلي، جهاز قصته ما فيهاش اي حاجه مثيره تخلي الناس تنجذب ليه. قصه زورو حصلت بسرعه وتحت ضغط، وحرفيا جهاز كمبيوتر تحت التلفزيون وخلاص. ولو احنا بنراقب مبيعات الالعاب، فالناس كانت بتجيب الجهاز دوت لسبب واحد بس، وهو هيلو. اللعبه الوحيده اللي فضلت تتباع مع الجهاز دوت لحد ما مات كانت لعبه الاطلاق، وهي هيلو. الجزء الاول او الجزء الثاني ما تفرقش، بس المهم ان هيلو كان العنوان الرئيسي اللي كان بيجي مع الجهاز. بس الجهاز لما خرج ما كانش مميز كفايه عن المميزات التكنولوجيه، وانه عليه اعظم لعبه شوتر قدام التلفزيون. لكن بعد 4 أجيال مختلفة وجيل وسطهم مليان منافسة وعك وهبد وتجربة، أول جيل للأكس بوكس هو بالتأكيد أكتر جيل مميز من سلسلة الأجيال اللي نزلت كلها. يعني خلوهم بص على الجزء الإيجابي، أكتر جيل عليه حصريات بالفعل للجهاز، وحصريات نظيفة مش الموجودين على الأكس بوكس 360، واللي أغلبهم نزلوا بأشكال مختلفة على الكمبيوتر بعدين، ولا اللي نزل لها نسخ أحسن. أكتر جيل كان مبني للمستقبل بس اشتغل لوقته، دعم الـ HD في 2001 وسرعة انترنت عالية مش دايلاب زي اللي كان مشهور وقتها، وخدمة اونلاين مخصوصة. حتى الدعم الفني والحماية ما كانتش متقفلة قوي على الناس زي الاجيال اللي بعده. اكتر جيل الالعاب اللي عليه كانت بتظهر سواء حصرية ولا لا، بس الالعاب لما كانت بتظهر عليه كانت بتكون مميزات مش موجودة في اي مكان تاني. ومع انه مش رسمي، بس كان اول جيل واول جهاز يدعم فكرة كل حاجة في جهاز واحد. كون الجهاز كان قوي كفاية انه يتعدل ويتحط عليه برامج محاكاة تقدر تخليه يشغل اي حاجة، حتى العاب البلاي ستيشن 1. جهاز كمبيوتر محطوط تحت التلفزيون ممكن يولد احتمالات كتير لازاي يتم استخدامه، اللي بيجيبه محاكاة، اللي بيجيبه عشان برمجة، اللي بيجيبه عشان هيلو واللعبة اونلاين. الاحتمالات كتير لاستخدام جهاز قوي جدا في الوقت ده. هو يمكن ما كانش جهاز مثير، لكنه يثير الاهتمام لما يكون بالقوة ديت وفي ناس عارفة تستخدمه ازاي. سوق الالعاب في كل جيل مليان تميز ومليان حاجات تقدر تصيب وتقدر تخيب. في حالة الاكس بوكس فالجهاز اتبنى عليه كل اساسيات منصات الالعاب الحديثة، واستكمل اللي دريم كاست كان بيعمله. التشابه ما بين الاكس بوكس والدريم كاست يمكن يكون ملحوظ، لكن هما مختلفين تماما عن بعض. لكن اقول لكم ان سيجا حاولوا يخلوا العاب دريم كاست مدعوم على الاكس بوكس، لكن طبعا مايكروسوفت. في كل احوال الاكس بوكس من المساهمين في التطور الحالي اللي موجود في صناعه الالعاب. يمكن ظهورهم تسبب في ان الالعاب تخرج اكتر على الكمبيوتر بعد استيحاء القرصنه اللي كان بيحصل وقتها، وموضوع ان الكونسول كان امان اكتر. ويمكن موضوع الخدمات اللي موجوده حاليا اللي ساعدت فيها اكس بوكس. مهما كان الجهاز اثر ولو بحاجه صغيره في الصناعه، لكن بالتأكيد تأثيره موجود. تقدروا تدعموا القناة بلايك وسبسكرايب وشير على السوشيال ميديا. الدعم بيساعد القناة ومحتوى أكتر يخرج، وكمان بجودة أحسن. شكرا لمتابعة الفيديو، واسيبكم تكملوا بيت يومكم. Peace.